أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واثنتان بقيتان، وهما خلا وعدا للاستثناء. ومعنى الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه هو وغيره، نحو جاءني القوم عدا زيد وأكرمت القوم خلا زيد. بدرس شكي تازا لدرس كاني شرح عواملي في النحو لخزمة تاندام كلكوتاي حروف جردي أفرمي دوداني كما ونواني لحروف جر، وهما أودوانش خلا وعدا أودوانا باشا. أما نبوت للاستثناء، بو استثناء، استثناء اشتيك اللزباني هركسك دا هي. أما فقد بلين بيوندينية بزباني عربي ولا هم زباني چك دا هي. إما زوت اللزباني كردي خو من دا لجيجا استفادة دا كين دلين كاكا مثلا دسم بمالي بو دسم مالي هموان همو كركانم جيجلا فلانة تاوليني ناس مالي اوان باشا. تو ديني لزباني عربي دا بيكيجلا بإلا يايشيجلا هاو نوع كاني إلا وكيشي إلا عكا أو اسميك لدواء إلا أداة استثناوية بقشتي داري لكي إلا وحكميك بو بيج إلا كحية بو بيج مستثنى كحية حكميك لبيش بهرحل بإثبات يا بنفي لا أرادة تو ديني بيش لم وسيب لم وسيلان استثناء جهل بد مشهور كان إلا ودوا تريش بعص إلا هدا تفيش هو وأمتى هنديش كشمان هنوكو خلايا وعدايا وحاشايا وبقوليكو إيه باشان ليس ولا يكون وأتل كوما لكن بخو أنا مانيش أما يا غيره أما أنا والسوا أما أنا دين أم إيش هذا كان باش يعني دين أم كاردا كان كوا مستثنى إخراج ذاك دري ذاك لو حكمة كوابو بيج مستصنع كحية باشا إذا تشاك بخدي أداتك دا قلت لي استثناء أداتي استثناء باشا وكو خلاك بي على أداك بي وكو إلاك بي وبيضان أداتي استثناء بو اسمك لحكمك دردك لي يعني ناتي تجر هجموني أو حكمة وكحية إسألي مثالك دا بوطان توصيل دم بو اسمك الله مستثنى باشا ايضو تاكي وامجا بو اسمك و مستثنىك لوي دردك ليت الدروا بيلا مستثنى منه باشا. الله ومعنى الاستثناء معنى استثناء هي اخراج الشيء عما دخل فيه هو وغيره باشا. الدرك الدني اشتيكا وكل مثالك لا زيد لا نزل بقرن درك الدنيا اشتاك وكو زيد به عما لاشتاك وكو قوم به لمثالك عندها لم مثالك لذاتياتي بوي بابتك تان لي حالي بي ولا سل ابي شو قياس كان بو هل بابتي كي استثناء درك الدنيا اشتاك وكو زيد به لاشتاك وكو قوم به جا دريب كي لاشتاك كوا تشون دخل فيه هو وغيره كداخل بوا فيه أو هي فيه اللي تتوب وما يعمى كداخل بوا لو شيء أيدوم دا كان مستثنى منه كي وكو قوم بلا مثال كذا هو زيد غيره غير زيد باشا إيه هادو كان هو كو هاي غيره ده سنوب زيد وكوتي جاءني القوم عدا زيد ليرا دا دقتك يما بعدا هاتون اشتكمان كدو تدري كزيدا لشتجك كقوم كزيد وغير زيد دسنا نو قوم شو كقوم شيا أمنم زيد بكر محمد عمرا عثمان سوزان مرتزايا رزايا تقية نقية شو أمانا تماما قوم الله خلق جا قومك تشكيل لده أيوان يا جا قومك دي بالزكاة همو أمانا ليدا جيان دي بتوانا لنتيجة دا درك الدنيتي يعني لتي درك النكيتي درك النكيتي لو حكما كبو شيء أولك حيا إما دوشت من هيدا دا زيد أما شيء ثانية قومه شيء أولا أم عدايا ولد مثال دوم دا أم خلا أكرمت القوم خلا زيدين هاتون زيديا
كدوة تدري لتي كدوانة تدري لو قومك لفي شوية لا لتي كدوانة تدري وانا لودا وكو هاتنك على مثال أول دا كثابت أبو قوم وإكرامك رز لقرتنك كثابت أبو قوم زيدي لرز قرتنك لمثال دوم دا بخلا دكي تدري وهروها زيدي بعد لمثال أول دا لهاتنك دكي تدري يعني دلي خلقك هموهات خزب قومك زيد يان دقل دان أبو باشا جيقل الزيد الرزم لهم أو خلق قرك هاتن أما لزيد ناني الرزم لي نقرت تاولي إذا تشك. واعلم أن الحروف الثلاثة الأخيرة قد يعملن عمل النصب على أنها أفعال دو بابة من هي لدو خطا توابيك يكيان دلال بزانا أمسي حرفي أخير أم خلاو عدائي رو حاشا لدرسي بيشودا على أمسي حرفي أخير هنديجار عمليا عملي نصبي يعني اسم منصوب دكا على أنها أفعال لسر أو منصوب يكن كفعلا يعني بمنصوبيش أمانة دين حلبت بو حاشا وكل درسي بيشودا عرزم كدن بوچوني صريحي سيبوهي أو يكا حاشا فعلني إتر بو تفصيل حاشاش كحاشا تشونا وتشونيا ولا ما حد به مراجع بكنا وإن شاء الله دواتر كتشونا سراب بمغنين لبيب ولو لاب بتواوي بتيلو تصدي هم حاشا هم خلا هم عدا وهم إلا وهم أبشي زور بلواني كأداتي السنان لبدا شرح كلاون وتوزيح من داون إيه أو جاء وقت منصوبيان كردن تولي جاء القوم جاءني القوم خلا زيدني تر خلا فعلك تلا مستتر دبيا زيد بيتم مفعول به مستثناك باشا إذا تشك أما بابتك بابتي اليوم أعلم أنه قد يحذف هذه الحروف من الاسم ويقال إنه منصوب بنزع الخافض على بزانا عندي جار حذف أم حروفان ذكر الاسم يعني اسمك كوا بم حرف جرانا مجرور دبيت هنجر حذف لي ذكر حذف كان دوشيون حسب لسر أنو أن بقشتي قياسي يعني هر حرف جرق ببه لسر أنو أن حسبي بقى قياسية يعني الرقى بيدلاو بوتو بيني أو إشبكي بلام لوي بولاوتر أو كيك السماعية إذا تشاك وأمجا ويقال دقوتري إنه منصوب بنزع الخافضي علي منصوب بنزع خافض إما كاتي خويلة فقيتية كبيان دوتين منصوب بنزع خافض وهر هر أمن دابو نزع خافض إيه بارحال اشتيش كمان لنا دزاني دواقي لا بلان بابتا كمان حال دقرت حتى ما نقول مسلوب منصوب نزي خافي لاني فيري ببين هر اوان ليتر لما دزاني تشيه اما بقشتي ام مصطلحة مصطلحي كوفيانا اوش كاويكا وقت حرف جركا لادتي لسر اسمك منصوب دبيع ايت تبيعة نوايا كمنصوب جبو دلان بتشي منصوبة بجي او بسري بكوفيا كان بلان مفعول به وكو بسري كان كوادلان ام هندلان منصوب بنزع خافض يعني تي نزع يعني دارنين ليكر نوا بل ليكر نوا خافض كخافض بحرف جر كذا لانجون ككوفية كان كم تر لمصطلح جر استفادة كان يا لمصطلح جار ألان خفض خافض بحرف جر كذا لان خافض بجر كذا لان خفض إيه باشا إذا تشكل نحو اختار موسى قومه 70 رجلا أي من قومه أما لا أصل موسى كفاعل اختار قوما لبيت مفعول به كي باشا تعالي كاكا جاريرا كان دا أما دولانا مفعولي هي لواقع دا شونك هو لشويني خويلة توضيح دراوة رجلا تميزة هو 70 بلا 70 لبيت مفعول كي باشا إذو تشاك ليرا كان دا البحثي كمان هي لسر حسب حرف جر كبقشتي او ادا خو هر همي منصوب ده بك حسب حرف جر ككرا حشا كدوا حسب حرف جر ك خلاص كلام بمجروري دمنته وبلانا وشاذ ايه وامجا دوا حسب حرف جر اري قسل سل او دوا حسب حرف جر محلك منصوب ده بدوا حسب حرف جر ك بجر بمجروري دمنته اما تشيشه كونقاشه كي زور جورو بربلاوا كلا بيني زانان ده هيا وابو تيجيشتن لبابتك فقصر شاو قولك على نينا اما بحثي ايرانيا
بشكراني اخوة لنوعي اول طاوبين كوا باسي حروفي جربو كحفدة حرف بون باشا يسنوع دوام. النوع الثاني حروف تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ستة احرف وتسمى الحروف المشبهة بالفعل لكونها على ثلاثة احرف فصاعدا كالفعل وفتح آخرها كالماضي ووجود معنى الفعل فيها، وكما أن الفعل يرفع وينصب فكذلك هي ترفع وتنصب. نوع دوام لو سنز نوعيا شان حرف يكن كاسم منصوب لكن خبرج مرفوع لكن لهم عبارة ده أو بدز ذي كأم حرفانة تايبة بجملة اسمية، يعني ما دام أمانة عمل كنو عامل بنو إيشي خويام كان تايبت دكرين بتيو با جملة اسمية وا با مبتلا وبا خبر باشا اي زور تاكد تايبت دكرين با وا با جملة اسمية وا جا امانا اسم منصوب دكنو كمبتلا كيا منصوب دكن وخبر مرفوع دكن حرسن كوفيا كان دلن خبرك هاد مرفوع عرف عكي بيشوا بلام ليلة دا قصي بس لي كان دلوستا كان عرف اي بيشو رفع ايك بو كواب بمبتدا لاني كما كدروز بو يا بابتدا دروز بو وكو بيشتر كاختلاف ايك بو لسري البته هاش قول هي لسرا و عامل لمبتدا وخبر داتشي هاش قول باشا زوت شاكا جا الي ركان دا قصي بس كان دروز تلا كنا ام رفعيا لقل او رفعي كفا ام رفعيا بو اويك كخبري ام حرفيا باشا زوت شاكا وبم حرفانا ومتبعة بما ولا أجر عمل كان لاين في جنس وهكذا كان وأخواتي كان أفعال ناقص أفعال مقاربة يا أفعال قلوب أمانة إلا نحو داب يعني نواسخ بو شنك أو مبتدا بونا كبابتدا صاب الدبي أبو مبتدا أمانة رشيد كانوا هيتشي لنا يلا النسخ هي كانوا أنا بو بيان النواسخ إذا تاكل وهي ستة حرف أمانة لن شش حرف جنابي سيبوهيم معتقدة كبينش حرفا وابن مالك برحمد بيلا التسهيل ده هاتو تسهل او قوليك دل براسة بينش حرفا ليرا كان دا سيبوهي بيوايا انا لإن دي تدروا يعني فرعي إنا بو بقرينية ولا شوية دا كوام ريقان ابو همزة كمكسور كري على يدا أن دلوز ذكري كهمزة كي مفتح بيه هني كجل زانان كبشي زوربان متأخرين دقرنانه دلن إن خوي أصلك أن نجب خوي أصلك إني أمدو قول حيا باشان أمانة شش حرف وتسمى الحروف المشبهة بالفلبيان نقتلي أو حرفانة كشب تشبيه كراون بفعل لتيدا لكونها على ثلاثة أحرف فصاعدا كالفعل أميك لبرأوا أم حروفانها كبحرفة شتوانه دام زراء وندان دراون لسسي حرف وزيات لسي حرف إن سي حرفية أن سي حرفية ليتش سي حرفية بلام كأن لقل لعل شوار حرفي لكن نبيش حرفية حرسن لكن لنسين دا بسي حرف دا نسل بلام نخي بيش حرف لا أو ألفكك لقل لا نسل لقل لا مكينا نسل باشا نونكش دودان حرفة أوش كدونونا أو دبتا بيش حرف أمانا لبرأ وصي حرف وزيات اللسي حرف وكو فعل جوايا يعني ما شبهاتي لفزيان دو وفتح آخري هاك الماضي ولبر مفتوح بوني آخري أم حرفانا وكو ماضي ماضي تو تماشايك اللي هر شونك مادا ماضي ليبين ماضي آخري كي مفتوحة ولو شونش دو كواي قردوا وكو ضربوا آخري كي مضمومة يا ضميري رفع متحركي قلت وكو ضربنا ضربت ضربت أمانك ساكنة لتقدير لها المفتوحة لواقيدة دي أم حرفانا شاخر كان لحر شرائتك قرار لقلت ودبينيتيا هل مفتوحة أما الدو سي ووجود معنى الفعل فيها هاكنها مو بحرفي مشابه في الاسنان ومع بوني معنى فعل لما ندى لم حرفانا دا وكو مثلا إنو أنا حققت يا أكدت كأن شبهت مثلا وهكذا وحتى بمعنى ظننت تجد لمعنى لمعنى كان كان داو لكن أبو بمعنى استدركت وهكذا إلى آخره لعل ترجيت ليت تمنيت أبو جوري باشا
ودليل أخير، وكما أن الفعل يرفع وينصب فكذلك هي ترفع وتنصب. هل هو فعل رفع عددا مرفوع دكا ومنصوب دكا، أمانج مرفوع دكا ومنصوب دكا، بلان بم جاوازيا مرفوعي إن لدواويا منصوب كيلا بيشاوي، بلان عموما مرفوع فعل لبيشاوي منصوب كيلا دواويا. أباشا زرت شاكا. وهي أم حروفانا بحرف مشروع فعل لتاتو، أم حروفانا إن وأن بمعنى حققت، أمانة بمعنى حققت، باشا، وكأن بمعنى شبهت، ولكن بمعنى استدركت، وليت بمعنى تمنيت، ولا على بمعنى ترجيت، باشا، يعني إن وأن بو تأكيدا، كأن بو تشبيه، يعني تو وكو يقبلي تشبيه أو شتم كدوا بوشتوا، لكن بمعنى استدركت يعني دفع جمان وهم كدوا، ليت بمعنى يعني آوات مخاصوا، لعل يعني أميدم هي. اشتك دو شيوي باشا ايه جا امزا لسر إيه انو ان إيه لخزمة تندا عرس كم إيه ان بوخوي باشا إيه دو لغتي كتيرا دلستا دكري قلبي همزا كي بكلي بعين يا بغين بلاي عن نو غنى اما التميم يكان وايد اخبر نواني باشا ايه باشان ام انو ان يهدو كيان تشيشي كان امانا تأكيد مضمون جملة ده كان هرك وده خارج شو ده الله باشا دس نصر جملة جملة كهرتي وأمان دين محتوى ومضمون ومفهوم أم جملة تأكيد ده كان أأوي بابتك باشا بلى أما أوي هي إن كبو تحقيقة هيش تغيير للجملة كده دروزناك بلام أنش كهربو تحقيقة وكو إن أو تغيير الجملة كذا عند الزكاة دواي همو جملة كذا كاتوا بمفرد كما سلوكوا بسيك إيه نحو إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا ذاهب تما شبكة ليرا كان دا إن شو تسر زيد قائم زيد منصوب كدو قائم مرفوع كدو ليرجع أن نتوى تسر زيدا ذاهبون وزيد ذاهبون بلا صلاة زيد منصوب كله ذاهب خبر كله ذاهب مرفوع كله كله تي خبر بخوي وليرجع نكتة كي كخوي استعداد تسري سر أو نكتة بلغني كي كمفعول به كيتي تقرأ الجملة أن زيدا ذاهبون للتأويل لا دبيته ومبصر يعني بلغني ذهاب زيد باشا أو كلا دبيته تي دبيته محل رفعها ببلغة باشا شوك يا مرفوع دبي أن بخوي يسيلك يا منصوب دبي يا مجرور دبي يعني أوانا هي الوقت إذا أولتوا بابتك بتلو تسلس له وتلاوة بانتشين أنا أفاظة وإسته لردا باشا والفرق بينهما أي فرق لبيني أمد وانا داتشيا وقت هدو كيان بو تحقيقا بعد أنا كيان بو يدوي بوشيا الله فرق لبيني أنت أويا أن إن المكسورة باشا مع اسمها وخبرها كلام تام بخلاف أن المفتوحة باشا على بزانا فرق لبين أمدوان دا لبين أنه إنه أن دا أو إن مكسورة لقل اسم خبرك دا كلامك تام كلامك تاو تاو باشا بلام أني مفتوحة فإنها أني مفتوحة مع اسمها وخبرها لقل اسمكي ولقل خبركي في حكم المفرد لحكم مفردا أنت لحكم مفردا يعني أمان أن بخوي اسم خبركي ودبيني دواتر أتيت وتأويلي مصدر ودبت مفرد بونمونا مثالك يسار وكباسكرا دبيت بلغني ذهاب زيد أن زيدا ذاهب كجملة أبيت ذهاب زيد دي ذهاب إذا فكرة بلو زيد مضاف إليه لحكم جملة دانية تقول لي دي كاتب بمصر باشا كذهاب إيه ولا تفيد حتى يكون قبلها فعل كما مر أو اسم نحو حق أن زيدا قائم أو ظرف نحو عندي أنك قائم
ألي ولا تفيد وهيج كوكيكو قازانجو سمريك نادا أم أنيا تاوكو أوي ببيت قبلها لبيش أن دا فعلك وكو باسكلا ما بس مثال بلغني أن زيدا زاهبنا ميك يا لبيش دا اسمك هبيت أمدو وكو حق أن زيدا قائم سيازر ببي وكو عندي أنك تي قائم ليرا دا دقتك لوي أول دا وثمانو دا بتفاعل بوتي بو بلغني ليرا دا حق أن زيدا قائم أولي دا تواني حق قيام زيد حق قيام زيد أولي بيشيو اسمك كتياك حقنا باشا إيه وليرا كان دا لو كي كان دا كالظرفة دلع عندي أنك قائم باشا جاليرا كان دا لوي أوليان دا كدلي حق أن زيدا قائم لتان تيجنتي عرزي براي خومكم أصل أويا أما خالك لو خال الزريفان لنحو دا استي أو حق مبتدا بيت بلين فرزا أن زيدا قائم ببيت خبركي كشد بالزبت بو تشونك الدبي مبتدا نابنكي لبيت مقر مجوزيكي ببيت وحسب زاهي لردا لو مجوزانيك ولنحو دا باسكلاون هيتشي بو حق لردا لأرادانيا بو يدلين أن زيدا قائم كأن حرف مشرف فعله زيدا اسم كيدي منصوب كلو قائم خبرك كيدي مرفوع كلو تقرأ أنه سيلكي سيلكي يعني اسمك وخبرك للتأويل مسدا دبتة شي دبتة قيام زيدين قيام زيدين مبتلى حق خبرك كيدي بو بدليل أول لردا دلي قاعدية كمان هي مسلمة باشا كدلي لشوين إذا أجدو اسم بون وق مبتدا وخبر كما مبتدا وكما خبر بيت ألين أجر لو دوانا يشان عرستان كم بلين معرفة ويشان نكيرا بو نكيرا كدبيتا خبر معرفة كدبيتا مبتدا اللهم مقر اشتاق بيوكو ما ومني استفهامي وانا كهربا دوجي اختلافي لصدا باشا انا لأصلا لنا اسما كان دا اقر دو اسم بون يق معرفة وكو ليرا دا دبيت قيام زيدين او كتشونك اذا فكرة برزي لبوتا معرفة وكي كشان نكلي بيوكو حق اصل اوايا اما بمتلا وخبر وخبر اندري بمجيهة حق خبري مقدم بي قيام زيدين مبتلا مؤخر أما نكتك يا ظرفي لبيا شواب لوكتي عندي أنك قائم باشا ليرا كان دا أمش هلوكو يبيا شوايا ليرا كان دا وكو دبيني لخزمتان دا عارس كم أنك قائم خبرة بلا مبتدايا بدليلي أولا تأويل مصر لبتتي قيامك باشا قيامك عندي أولا صلى الله شوك زرف نابتا مبتدا أما خالك اللي بيت أنت زرف جارو بانجور أما أنا نابنا مبتدا يعني أم زرف أنا أم زرف أنا ألبت نابنا مبتدا باشا إنا زرفي كمان هيدا بيت مبتدا وشيشتها نبلا ودانا أما ما بس ما نقشتي زرف نية بلا عادة أم زرف أنا نابنا مبتدا باشا ظرفي كده بنا مبتدا أما نابل لك أنا ده بارحل إيه وأمجا ظرف كاتي ده بيته مبتدا كلا ظرفية دو شورة كما اللي ردانا شورة وتها يعني لظرفية بيته دري يتم جا بيته فاعل بيته مفعول بيته خبر مثلا بيته مبتدا أوا أو تالي بيشة ده بيته خبر بلان بيته مبتدا مثلا أوا إيه ذو تاك أوا باسي أنا وأمجا ليرك أنا ده بابتي تشكا عدس كم لخزمتي ايو دا اوش اويكا ام تأويل بمصدر چونا يعني چون ام انو اسم خبرك چون كينو بمصدر دوسيا شد هيكا گرينجا وا ازانم لكتبه كاني كشا باسم كلبه بلان جاري اكي وكسيك دستي نگات درسة كاني كبالي لدا بابتك الى حالي ببيت هميشا لو تأويل دا
لا تأويل إيرادا كدلين أن بخو يصيلك يوات اسم خبرك لتأويل مصدر دا مصدرك لشو لجيرت مصدرك لخدي خبرك ودجيرة يا ما با مثال سر وبولا نصر بقرمو يا أما أخير هكا مي كامي شنيا مثال بلغني أن زيدا ذاهب باشا أو مصدرك تقرا دبيت يعني لا تأويل دا أنه اسم خبرك إذا بنا مصدر لا خبرك ود جيلة أما قاعدة قشتية باشا وكدلي الزاهب اللي ردا مصدري هي كتير كذهب أما كي كاتي كمشتق بيت جا أم جا أجر لي ورجيلة أما خالكي جدية زور زور هميشة بزانا اگر مستركت لخبرك ورقرت يكسر إضافي لكي بو أو اسميه كالبيش دا كأنك بو اسمك بو خبرك بو اسمي أنبو مثلا ليردا بلغني أن زيدا زاهب زيد اسمي أننيا زاهب خبركينيا وقتك لزاهب زهاب وردقرين ديكينا مصدر إضافي لكي بلو زيدي علين بلغني ذهاب زيد لو كي كدا حق أن زيدا قائم قائم كما سألك قيام ورمانجل إذا فيدكين بو زيدي حق قيام زيد لما كي كشين دهار بوجهوريا ككافكا لأصل دا اسمي أنيا وقت لقائم قياما ورقيد دلين عندي قيامك أما خالكي جدية أما يك دو اگر هاتو خبرك جامد بو اما كمشتق بو كاري بخيره چونك تماشا لكن او مشتق خبر مشتق هر مصدري كي بو او مصدر وردگري باشا ازو چك اي اگر خبرك من جامد بو هر ام مثالا بو تام كم جامد بلغني ان هذا زيد پياوك لهو يو دانشتو على سلوة و پيشتر زيد بو من باس كلا وكت جايا جابا چاك يابا خراب ديت مزجوت وداد نيشل سر وقاتان سر قاتي دخل قصي قلوب وسلوم بدك أمنج نفلك من لبنان دا دلهم فلاني وام بمن قلت وك أو بيا وزيد بي باشا أو أن هذا زيد هذا ذاك ألبتة نك هاك شو كهاك حرفة ذاك لمحلي نسبة اسمي أن يا زيد خبرك يدي وليردا دبيته وبمصدر أي تبكين اي تبكين دا خو زيد مشتق نيت جامده بو چونك زيد علمه باشا اسي ضربه بو خو مشتق بلان كدد بعلم لبيت الجامد چونك لا علم لا تصرف ناكله تازه تاوبو اسي زيد بو خو ناوي كسيكا لنتيجه دا مشتق نيت جامده بو تخبري انش اما دمان كبي كينو بمصدر دي مصدر لانه ورناجيري لزاش كي اسم اشاره ورناجيري لزيد جو ورناجيري اي تبكين أريرا كندا دي كين ديرا كندا إيشا كين كبجشتي يكي لم دوكارا ندا كين كبزوري علماء يكي كين غوتوا بلان أويك أغادار محقق رضي لشرح كافية دا دانش كي إزافة كدوا أويك مشهور لا يهم علماء أويا دينا لكون استفادة كين آها يعني لكون كفعل عامة لما صار أو استفادة كان لو مثلا دلنا بلغني مثلا كونه عويلة لتوكاته عويلة لتواني مثلا كونه زيدا اشتشي بوجوريا عويلة لتو جاء وكاته عويلة لتو بلا 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 عويلة لكون لكون استفادة كان بقشتي بلا ايه زوت شاك بلان ايتر اما توزك بابتك هيدا شيوين الواقع دا چونك خبرك من مشتقني الواقع دا ايزو تساكو بلان شتيجيك كهي اللي ركان دا كبقر لما انخوشترا اواك محقق رضي اشاري فيك على كاك زور سادية حر زيدي دكين مصدر زيدي دكين مصدر باشا چون دالي إما دو مصدر من هي مصدرك أويك سماعين وبيستو من أوزانا كاني مصدرك كمان هي مصدر منحوتة يا مصدر صناعي يعني دايدة تعشين دروسي يكين هر اسمك
كوا مصدري نبيت بمان هبي كان مصدر العربي دا دستوبال ما نبسلاوا يكي مشدد و تيغ نكر بي بكوتا يكي كلمة كوا دنين و دبيت مصدر بشر مصدري نيا بشريت إنسان مصدري نيا إنسانيت تاولي عرضي دنا بدكم حجر مصدرينية حجريت زيد مصدرينية زيديت إت أوكاتا بروالي بيشو علين مثلا بلغني زيديته زيديته آه باشا مثلا أويلدي تو مثلا باشا إيه أو أجر كاتي كواتبو جامد بو وأمتى بقشتي أجر خبرك جامد بو ومصبتش بوكو أرزم كدن للفزي كون إسفادة ركيت بلان مثلا أجر تبو أجر أحيانا هاتو منفي بو خبرك مثلا من دلم بلغني أن هذا لم يكن زيدا بلغني أن هذا لم يكن زيدا عملية ده خبرك من فيها على موابة من جيشتوك أو زيد نبيت باشا تماشا لكي زاد بيت اسمي أن لم يكن زيدا لم يجازم يكون فعل ناقصة زميلي تدا مستطيلة قسيكي زوجوانا كهوية عرضي بلاي خون كم زيد خبرك يتي جملة لم يكن زيدا خبر أبو أن أنو خويو اسم خبر كتير من الصدايا أي سب كان ديرك أنا ده والله لعدم استفادة لك إيه مثلا بوبيا ولي رضي دبيتا بلغني عدم زيديته أول يوم صدقت وكاتي إذن شك أني لعدم استفادة لك خلاص الكلام كتاو كاتا بلغني عدم كونه زيدا شتيكي اول دتواني بتاويل كيف يفوتر زور باشا وتلحقهما ملكا فتو فتو الغيان عن العمل ام ان لقل ان ما كافة دقلن باشا كما كافان قر فتو الغيان عن العمل لغو دبنولتي لعمل باشا عادة دبويا أم بابتي تيغرا لغل أو كانك بهنا باشا واقعا دبويا لغل أو كانك بهنا بلان بو ماي كافة فقط أم دواني هنا باشا بلان دبويا أو كانك شي لغل أبويا بلان دلوة الحق وما مال كافة إمن هما يدبي هروابه أقل نسخي ولا دستان دابو تلحقها به كدكري أو الصحيح به بفرض مثال البته اوش او هر ناکرد بگشتینی لواقه دا اویش بلا حتی الحقو ما درسته ایمن تلحقو ما یا ما اما زائده و حرفه بوی پیلن کافه کافه یعنی عرب دلن کفه یعنی منعه باشا بوی پیلن کافه یعنی چون که اما یا کفی امانه که یعنی منع امانه دکا لعمل لبر چی لبر او طبیعتا ام حرفانه بهوی شباهتك وك بفعل وهيانا كشباهتك الضعيفة أم عملان في دلاوة وقت يشتيك آوة دبيت جيتل بويانو ولكوتا كان دا بيدا دبيت إنما وأنما وكأنما ليس بتوظانم لعلما خلاصي كلام لكنما الرب وليت أصل ولا كارنكبت أو دتانتينس بوليت أصلا ولا كان كذا، بلى هندي زار بوي بابك بهموي بيك شكل دربي بيك صورة دربي بيك شواز بيه، أيش لكار دكوينا لا أصلا ولا كان كذا، سوك شبهتي ليت لنا وأمانة دا بفعليها ما نزورت القيت دا، جاء لي ركان دا بابتك أويا كأم حرفة لكار يندخل أو أي شيء كذا أنكر ناهي الله، شو كمان زائف اللي عمل دا أم فاصلة كي جدب ليلة دا بنوعك أو إشدك
وامزا ما كش خوي واي خوي ما كم مانعة خوي ما كم مانعة لواقع دا ما يكاف ما من هي دو بشن كافة وغير كافة هش معنى ما أوانية بلان طبيعة أويك لقل أم حرفانا ديت ما يكافي في الله إثلا كاريان دخا باشا إثفة الغاني عن العمل إلا عمل لكون كلا عمل كوتن وحين إذن أو كاتك لعمل كوتن وما أمبي وبو تدخلاني على الجملة ديني دس نصر هدو جملة الجملة كانت يوتن جملة اسم جملة فعلية بيشتر هتا عمل يندك الأمانة تابد من بجملة اسمية أما يسك لكار كوتن إذا تازا سنور يقنا ناسا بوصة جملة فعلية جدتن وكو إنما وليكم الله ورسوله أو وليكم الله أو مبتدا وخبرة إنما إلى الصلاة عملناك شو قاعد عملي كده بما قلت إنما وليا أميك دو وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله أو أجر إن عملي كده ندس وصل يعمره كفعلة يسك لك الكوتوا أتت الصلاة جاء لا أصل ده هم أم حرف أنا ما دقرب بلان قصك أو يقصي كوتاي پین جیان یکسر لکار دکون دمینت و دانشان اویش چیه لیته لیته ذاتا شباحتی بفعل و زوره او دوائش لکوتایی نوعی دو ده باس یکین لیته شباحتی توایی بفعل و هیا ام شباحتی که بفعل و هیتی وای کردوا بمایا لئیج نکوید بمایا لکار نکوید جا الی رده خلاصة كلام كما ينجر إتر أمانة لكاردك ونو إتر أو إيشو عملك بيشتر بيان راس بارجابو تازه لدستي أنه هيت إيشي كان لدزنايو منش تازه هيت كم لدزنايو بخواتان دستيرون